هذا البوست للمتزوجين فقط، اذا مو متزوج باي باي. يجوني مراجعين متزوجين بالعياده يقول لي انا جربت كل شيء قلته بالاكل عشان يرفع الطاقه الزوجيه وما ترتفع عندي الطاقه الزوجيه. خل اقول لكم ليش. اكو محفزات للطاقه الجنسيه للرجل تختلف تماما عنها للمراه، والصدمه انها ما لها علاقه بالاكل اصلا، الاكل هي على اخر المراحل. خلنا نمسك الموضوع حبه حبه، خلنا نتكلم اول شيء عن الرجل ومحفزاته الجنسيه بعيدا عن الاكل، وبعدين نيجي على المراه. بالنسبه للرجل ومن اهم محفزاته الجنسيه بعيدا عن الاكل النوم، اذا مو نايم عدل لو شنو ما ياكل ماكو فايده. رقم 2، ما يكون في شيء مضايقه، مو متضايق من شخص، مو متنرفز من واحد بالدوام، هذه الامور تاثر بصوره مباشره. رقم 3، المزاج، ان مزاجه هني رايق، ماكو شيء شاغل باله، لا مشكلة لا مشروع أو غيرها. طيب هذا بالنسبة للرجل. هل المرأة نفس الكلام؟ لا، المرأة مختلفة تماما. أنا أكلمك علميا شنو احتياجات المرأة في هذا الموضوع. المرأة تحتاج الأمان، أن تحس أن هذا الرجل أو زوجها معيشها حياة فيها أمان. تحتاج الراحة النفسية مع هذا الرجل، تحتاج تحس برجولة هذا الرجل، مو رجولته أنه عضلات ومعضل، لا 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 لا، جسميا بعدوه شوي على الموضوع. تحس ان ريال قادر يشيلها، قادر يقوم فيها، قادر يهتم فيها. فلاحظ ان اهتمامات المرأة تتركز على الامان، على الراحة النفسية، ان الشخص اللي قبالها او زوجها هذا بالنسبة لها مصدر امان ومصدر راحة نفسية. طيب واذا معضل، يعني معضل مو زين؟ لا، معضل زين، بس مو هذا الاساس. لازم تعرفون مو هذا الاساس. العضلات زينة لك كرجل وحق صحتك، بس مو هي رقم واحد في العلاقة. لازم تعرفون هالموضوع. وعموما الرجل يلتفت إلى النواحي الجمالية والشكلية أكثر من المرأة. بس والله.